هذا البرنامج برعاية أهلا بكم مرة تانية. خلصنا معضلة الصرف الزراعي في مصر وخاصة الصرف المغطى ومشاكل وحلوله. لازم بقى نيجي على مشروع الري. عندنا مشروع لتطوير الري الحقلي في 5 مليون فدان في الوادي والدلتا. كنا سعداء جدا جدا بإزاحة الستار عنه لتنفيذه. قالوا إن المشروع المسؤولين عنه قالوا إنه هيوفر 10 مليار متر مكعب لمصر. يوفرهم منين؟ من كمية الماء اللي بنهدرها في الري السطحي في الوادي والدلتا. هنعمل بهم ايه؟ العشرة مليار متر مكعب دول لو وفرناهم سنويا نقدر نروي بهم على الاقل 2 مليون فدان في الصحراء بدون ما نحتاج تاني نحفر مية جوفية ونيجي على مخزوننا الجوفي. طيب يا ترى المشروع ده كان مرصود له 5 سنين وكان ميزانيته كبيرة جدا، كام مليار جنيه من خلال منح وقروض لتنفيذ هذا المشروع، ولكن للأسف المشروع محدش عارف وصل فيه. شوية بيقولوا تعثر، شوية بيقولوا لا ماشي لكن بخطى بطيئة. علشان كده كان لازم استقبل مسؤولين من قطاع تطوير الري الحقلي أو مشروع تطوير الري الحقلي في وزارة الزراعة. بستضيف في فقرتنا النهارده 2، معلش انا متحيز شويه للنساء والمثل الانجليزي بيقول ليديز فيرست. هبدا بالدكتوره عبير ابو المجدي مسؤول الارشاد والتدريب في المشروع. اهلا بحضرتك يا دكتوره. والمهندس احمد صلاح استشاري المتابعه والتقييم، استشاري المتابعه والتقييم في المشروع. براحتك، يعني هو ده اللي هيبقى عليه الايه العب. هنفتح الهوا واللي عنده مشكله مع مشروع تطوير الري الحقلي ان شاء الله نقدر ناخد اتصال ويقول لنا. الاول يا دكتور عبير هبدا بيك معلش. اتفضل يا فندم. يعني ايه ارشاد وتدريب في هذا المشروع بالذات؟ تمام. هو بس مبدئيا مشروع تطوير الري الحقلي لحد دلوقتي لا الفند بتاعه والدعم المالي بتاعه ولا المساحات المستهدفة بتاعته تبلغ 5 مليون، لكن احنا نعتبر دي بشرة خير من حضرتك اننا ان شاء الله في المرحلة القادمة هنكمل 5 مليون ان شاء الله. احنا مستهدفنا حاليا في المشروعات اللي احنا شغالين فيها في مشروع الفيمب اللي هو البنك الدولي بتمويل من البنك الدولي 180,000 فدان فقط لا غير. مستهدفنا من الإفاد المهندس احمد يقدر يقوله ومن 32,000 فدان، من الأوبك 55,000 فدان. يعني إحنا لحد الآن لم نصل إلى ربع مليون فدان. ما هي دي كارثة يا باشمهندس. لا ده مستهدفنا يا فندم. أنا قلت ده المستهدف. ده المستهدف. أمال أنا يعني معلش إحنا بنذاكر وبنقرأ وبننشر من زمان إن مشروع الري الحقلي لتطوير 5 مليون فدان للأسف عشان نوفر 10 مليار متر مكعب مية وده يتكلف كام؟ ده التارجت النهائي بتاعنا. في 10 سنين أنا فاكر المشروع وكل سنة 500,000 فدان. بالظبط، دي الدراسات الأولية اللي اتعملت، لكن التمويل ده كان يعني حلم. ده حلمنا. ده كان حلم. وإن شاء الله إحنا معاه. طب معاه كام سنة؟ المية سنة يعني؟ لا اللي حصل كله ان احنا اول ما بدأنا التمويل اللي جالنا جه للمساحات اللي انا قلتها لحضرتك دي. التمويل ده جه في وقت فعلا كان احنا كنا بادئين بداية قوية جدا، لكن سوء حظنا طبعا حضرتك مش حد غريب. من كلام حضرتك واروح للبشمهندس بقى بتاع علشان تعرف انه في ثورات قامت وفي حاجات قامت. ماليش دعوه بالثورات، اللي احنا عاوزين ثوره في مجال الانتاج. خلينا نتكلم. بس لو تسمحوا لي اوضح نقطه مهمه. اتفضل. استراتيجيه وزاره الزراعه 2030 كانت في احد برامجها القوميه، هنتكلم بقى على مستوى برنامج. حلو. بخلاف مشروع. البرنامج زي ما كل الناس عارفه عدد من المشروعات. البرنامج القومي لتطوير الري الحقلي هو بالفعل كان برنامج الاستراتيجيه 2030 انه يتنفذ في الخمسة مليون فدان من الاراضي القديمه في 10 سنوات. في 10 سنوات
منهم جزء. يا شباب جايزوا لي الدكتور عبد الغني الجندي لو سمحت لو متاح في مداخله عشان يتكلم لنا عن بدايه المشروع وتاريخه. فوزاره الزراعه في هذا الصدد بالاتفاقيات اللي تمت اعتبارا من عام 2010 2011 كان لازم يتعمل جزء من الاستراتيجيه، يتعمل مساحه، هذه المساحه يطلق عليها المساحه البايلوت او مساحه نموذج ارشادي هتقوم به وزاره الزراعه لاول مره. خد بال حضرتك لان ده مهم جدا. ليه؟ لان ده بيشتغل على مستوى الميرو، يعني بيشتغل على مستوى الفلاح، وما فيش غير وزاره الزراعه بفرقها المختلفه بقطاعاتها المختلفه هي اللي محتكه بالمزارع، هي اللي بتعرف اخباره تفاصيله كل مشاكله. وبالتالي فكانت وزاره الزراعه بتشيل هذا العبء على عاتقها في تجربه اولى، فكان لابد هذه التجربه الاولى ان هي تتم في نموذج ارشادي. هذا النموذج الارشادي في 10 محافظات. لازم تبقى عارفين مناطق عمل المشروع، لازم نعرف الجهود اللي بتتم في جمهوريه مصر العربيه. هذا المشروع موجود في كفر الشيخ والبحيره والشرقيه والدقهليه وبني سويف والمنيا واسيوط سوهاج قنا الاقصر، علشان الناس تتخيل حجم المساحه اللي ممكن المشروع يقدم لها خدمات. في كل محافظه من هذه المحافظات العشره على هذه المساحه الممتده بالتعاون مع وزاره الموارد المائيه والري، احنا كلنا بنشتغل في فريق عمل واحد، عملوا مناطق مختاره. هذه المناطق المختاره كانت مناطق تعاني مشاكل، علشان نبدا نحل هذه النماذج البايلوت، ومن ثم يطلع من البايلوت ده نتائج او دراسات تقول علشان الخمسة مليون فدان دول يتموا لازم ننتهج هذا المنهج. في هذه المناطق النموذجية قام بتمويلها الجهات التالية، عدد من المؤسسات التمويل. في كفر الشيخ والبحيرة كانت مؤسسة التمويل الرئيسية هي البنك الدولي بقيمة. بمناسبة البحيرة بقى والبنك الدولي، أنا معايا غانم من البحيرة بس اللي هترد عليه الدكتورة. أهلا وسهلا. طبعا. ألو يا غانم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. أنا بتكلم على المشروع تطوير الري. تفضل. في البحيرة. تفضل. المشاكل فيه. طبعا المشروع بيبقى فيه محطات أصلا تبع وزارة الري ما بتبقاش متسلمة لوجود الفتحات اللي هي على الطرق نفسها. طب ليه؟ عشان خاطر نتكلم بتوع مشروع تطوير الري الحقلي، فبقول لك لا ده تبع وزارة الري. فأنا بنطالب يعني إن يبقى في تداخل بين وزارة الري ووزارة الزراعة عشان خاطر مصلحة الفلاح. كويس. طبيعي. هو الوضع الطبيعي إنه أصلاً في تعاون. أنا بشكرك يا غانم، عندك سؤال تاني أو عندك مشكلة تاني تطرحها؟ هو اللي أنا فهمته منك يا أستاذ غانم إنه المأخذ هو المشكلة. المأخذ بتاع الري. وفعلاً ده لا يتبعنا في المسؤولية. لكن طبعاً أستاذ غانم يقدر من دلوقتي لو تحب تتوجه للمسؤول عن تسجيل المشكلات، انت في البحيره، لو انت في كفر الدوار في منطقه قريبه من كفر الدوار، الوحده عندنا فيها مركز مشكلات، مركز تلقي للشكاوى، مركز تلقي شكاوى. الشكوى دي في دمنهور في الاداره الزراعيه، في كفر الدوار في الاداره الزراعيه، في مبنى تطوير الري الحقلي، المركز في الدور الارضي. هتروح للمسؤوله هناك عن المكان، هتسجل شكوه حضرتك، وخلال 48 ساعه بس. هي مشكله المآخذ بتاخد وقت شويه لانه ده بيبقى من صميم عمل وزاره الري. يعني وزاره الري بتجهز الميه علشان ناخدها. المأخذ ده بيبقى عباره عن الجزء اللي بناخد منه الميه من المسقه. انا مسؤوليتي تبدا من بدايه ارض المزارع. انا لا يمكنني التعامل مع المسقه خارج ارض المزارع او الترعه. لكن في التصميم الانشائي يا دكتوره ما كانش معروف ان المسقه دي بيجي لها ميه قد ايه؟ معروف يا فندم، لكن المنسوبها خلال منوبات الري قد ايه؟ معروف طبعا، لكن احنا لما بنيجي نشتغل المنسوب المائي ده زي ما حضرتك قلت كده يرجع للمناوبات. في اوقات المناوبه فيها بتبقى منخفضه، فالمنسوب بتاع الميه بيبقى اقل من مستوى المأخذ. دراستنا اكيد معموله عليها برضو. المفترض انه لما احنا نعمل كده ونلاقي ده حاصل معانا في بعض المراحل من الوقت، لانه ده هيضر الفلاح مباشره، هننقل الشكوى دي
على طول لمسؤول الري في المنطقة ويبدأوا يتعاملوا يعني معها. يعني في تنسيق بينكم طبعًا وبين مسؤول طبعًا الري في المنطقة. الوزارتين ما بيقدروش يشتغلوا من غير بعض. أنا عن نفسي في منتهى السعادة على الهواء مباشرة إن أنا بقول لك يعني مشكلتك لو متاحة للحل خلال 48 ساعة إن شاء الله روح المركز وسجل مشكلتك وإن شاء الله يكون ليها حل. يا باشمهندس يا مسؤول التقييم والأداء. لا اتفضل حضرتك. لا أنا بس كنت هكمل الحتة بتاعت برضو هتفيدنا في التعقيب. اتفضل. إن لما كان التمويل جه من البنك الدولي في منطقة البحيرة محافظة البحيرة وكفر الشيخ كان مهم قوي إن احنا عايزين برضو إن الأستاذ غانم أو في حد يتابع معاه من إنه يحدد مكانه فين. وتليفوناتنا تبقى موجودة معاه علشان نكرر تاني مرة أخرى. بس سيب تليفونك يا غانم في الكنترول أو اتصل بينا تاني. ياريت. أو ياخد تليفوننا ويكلم. عايزين نكرر طب تاني. طب معلش قبل ما تكمل هم المشاهد أهم معلش. لا لا طبعا. احنا جينا عشان أنور من البحيرة. احنا يا أنور. تفضل. ألو. عليكم السلام. تفضل على طول. أبو المطامير. صوت شوية يا جماعة لو سمحت. المية ما بتوصلش نهايات الترع عندك؟ ده بيطالب بالري الحقلي. انت بتطالب انت بتطالب بتنفيذ مشروع الري الحقلي في ابو المطامير. لانه مش موجود في للاسف مش نطاق. وصلت شكواك وزي ما قالت الدكتورة دي فترة الحلم والامل. دي مرحلة الحلم والامل. انا اتمنى. اشكرك يا انور. تاني بس هي دي بقى من الحاجات المهمة جدا عشان السادة المتابعين لينا نرجع نكرر تاني. معلش لبنى من سوهاج. خلينا نخلص لبنى من سوهاج. ايوه لا مسهل هناك في ايوه يا لبنى اتفضلي. ايوه حضرتك يا سمحت انا عايزه اشكي من ان عندنا احنا من سوهاج قرية تونس نجاشه. واحده واحده. منين؟ سوهاج محافظه سوهاج قرية تونس نجاشه. قرية تونس نجع شرف. نجع شرف. شكواك ايه؟ الشكوى بتاعتنا ان احنا المية ما بتجيش في الترعة خالص نهائي. دلوقتي ما فيش خالص مية بتيجي. يعني كل ان احنا بنسبو الزرع بنسبوه على المكنة الارتواز. انت عندك ري حقلي ولا انت بتتكلم على ترعة مكشوفة؟ لا الترعة ما فيش مية. دي برضو مشكلة وزارة الري. بالضبط ما فيش خالص حضرتك. بس برضو يعني هقول لحضرتك احنا لازم نسمع شكوى. اتفضلي كملي شكواكي. وحضرتك جزء انا حتى في الشتاء دلوقتي انا لما رحت الغيط لكانيه فتره ما رحتش الغيط. لما رحت الغيط ليالي كام يوم كده جيت ان الترعه ناشفه خالص ما فيش ميه بتجينا عندنا خالص. الترعه اسمها ايه؟ الترعه اسمها ايه يا لبنى؟ الترعه اسمها ايه يا حاجه لبنى؟ لا هي ما بلاش اسم حضرتك الترعه. يعني احنا قريه شرف كثيره خالص. يعني قريه شرف بشكل عام يعني. طب الحوض المركز الاداري ايه يا حاجه؟ يعني انت تبع مركز ايه او اداره ايه؟ تبع مركز سوهاج. مركز سوهاج تبع المركز نفسه. ايوه مركز سوهاج هو ده المهم. بالظبط مركز نفسه. بس للاسف حتى احنا اشتكينا كتير وعملنا كتير بس للاسف ما فيش ولا اجابه ولا اي رد فعل خالص للميه اللي هي ما فيش ميه خالص عندنا في الترعه نهائي. وحاليا بنسبه على ارتوازي والاجراءات ياخدوا عليها 10 جنيه. يعني حتى اللي عنده 5 جرانيت هيدفع 50 جنيه. بالتالي استغلال ما فيش. وحتى جوده الارض هتضعف اللي انا عرفت يعني من خلال قراءاتي جوده الارض هتضعف من خلال مكان ارتوازي. انما ان الكتة تسجي من خلال السرعه او كده الارض تكون شويه يعني احسن قطبتها احسن يعني. والله انا لا يسعني في المداخله الجميله دي الا ان اشكر نساء الصعيد وارفع لهم القبعه. طبعا تاج على رؤوسنا. يعني امرأة تطالب بحل مشاكل الري. انا بشكرك يا لبنى كتير وان شاء الله شكوتك وصلت مش بس للزراعة انما لوزارة الري كمان. اتفضل يا باشمهندس. احنا هنرجع هي نفس النقطة اللي بنور حواليها ان هي الري الحقلي تطوير الري هو نصين. كان نص موجود في وزارة الموارد المائية وهو اللي بينتهي بيه حد ما كلمة مأخذ او المحطة او الترعة الرئيسية هم او الترعة الفرعية هم المسؤولين عنها. ثم يبدا دور وزاره الزراعه في المروه يعني في ارض المزارع. وهذه النقطه كانت نقطه ذات اهميه بالغه علشان نكمل فكره التطوير. وبقى مش المشكله فنيه بس هنا بقى لاول مره انت بتدخل اجتماعيا. تخيل حضرتك ان المشروع النهارده منفذ مساحات. اولا احنا المساحات اللي المشروع تم تنفيذها الحمد لله هو انجز 140 الف فدان وهذا رقم مش قليل جدا مش قليل مقارنه. انا مش عايز اعرض معوقات احنا مش في دور معوقات.
لا انا مش انما لا مش احنا بعدنا عن الموضوع انما ده مشروع واعد جدا مشروع ده مشروع مبشر على فكره جدا. ده مشروع مستقبل وعلشان كده مهنيا انا بعترف بغلطه على الهواء انا كان يجب اعمل نبذه مختصره يعني ايه ريح حقه بالظبط وده هيوفر ايه للبلد احنا كنا نتمنى احنا كنا نتمنى انه قبل اللقاء يكون في فريق من عند حضرتك نزل وصور حاجات منفذه ما احنا وحاجات فيها مشاكل وحاجات لسه ما اتنفذتش وحاجات بتقابلها تحديات ويشوف شبكات الكهرباء اللي اتعملت ويشوف المراوي اللي اتعملت ويتعرض ده كله ونبدا نحلل بقى بمصداقيه كامله. شوف يا دكتوره لسنا محبطين لكن ايضا لا نصدر امل كاذب. واحنا كمان لسنا محبطين لاننا بنشوف بعينينا في الفيلم بسرعه يوم لاننا يوم انا وقتي يوم عن يوم ما عادش فيها الا سبع دقائق ان شاء الله اي مشكله بتيجي لحضرتك احنا تليفوناتنا بقت معاكم انا مصر منهيش الفقره قبل ما تدولي يعني ايه ريح حقل وهيوفر ايه وبيعمل أحمد. ايه وبيستهدف ايه احنا بس انا معايا الدكتور شعبان استشاري الري الحقل على الهواء. الو يا دكتور شعبان. الو 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 السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا دكتور. اهلا بيك اهلا بيك اهلا وسهلا اتفضل اتفضل يا فندم. أنا بتكلم على مشروع جديد عن خلاطين من رأي بالنش القائم على تكنولوجيا نانو تكنولوجي. ممكن سعادتك لو استخدمنا الكلام ده في الزراعة المصرية دي فكرة جديدة هيوفر كمية ري كبيرة جدا. دي فكرة جديدة يعني؟ هي فكرة جديدة قديمة يعني لكن هي ميزتها دلوقتي إن هذه الخلاطين دي قائمة على علم النانو تكنولوجي وبناء عليه كمية المية اللي ممكن توفرها بتزيد على 50% بتوصل من 50 ل 70% وقد تصل ل 80% توفير في المتر الري. دي ميثودولوجي جديده لسه. نعم. يعني حضرتك بتطالب بتعميم هذه التجربه في اراضي مصر في الوادي والدلتا. نجربها الاول. يا ريت واحنا عاملين بكده يعني مشروع. حضرتك بتشتغل فين؟ حضرتك بتشتغل فين؟ يا دكتور. كل ما اخذ صوره منه للريس على امل ان يتم تنفيذها. حضرتك بتشتغل فين يا دكتور؟ أنا دكتور في معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية مركز البحوث الزراعية. يا أهلا بحضرتك يا أهلا يا دكتور شعبان يا أهلا وسهلا. أهلا بيك أهلا بيك. طيب الدعوة مفتوحة لأن حضرتك برضو تتصل بالدكتور سمير أبو سليمان وتعرض عليه فكرتك وإن شاء الله نلاقيها قيد التنفيذ بمشيئة الله. بشكر حضرتك على المداخلة دكتور وللأسف هتكون دي آخر مداخلة لنا النهاردة عشان نستمتع بالكلام مع ضيفايا العزيزين. دقيقتين لحضرتك يا باشمهندس قول لي نبذه سريعه عن المشروع ده. في دقيقتين ما فيش حد في مصر النهارده ما يعرفش ان احنا عندنا مشكله ميه والكلام كان كتير عن حرب المستقبل وهي لا محاله وده بيتطلب ان احنا نتدخل تدخل مش بقى سريع ده تدخل جذري لان ما عندناش وقت احنا ليس لدينا رفاهيه الوقت والمشروع ده نوع من انواع التدخل طبعا تدخل جذري هعمل فيه ايه هذا المشروع اللي مستهدفه يشتغل على ربع مليون كنموذج ثم الانتقال لخمسة مليون فدان حلو خلصنا منه ايوه بعمل ايه الناس انا في ناس بتتفرج علينا ومش فلاحين بمنتهى البساطه المروه المجرور المسأة اي من هذه المسميات لدى المزارع وكل الناس عارفه مع اختلاف بحري عن الوجه الابيض بنردمها بنغطيها مكشوفه يعني نشا يعني نشا يعني بخر ونشا من تأثير درجات الحراره واشعه الشمس عندنا في مصر كتير تسرب عميق او التسرب الجانبي يعني ميه صرف زراعي تعلى يعني ملوحه يعني فرصه لالقاء مخلفات فيها ده بقى الجزء البيئي الجزء البيئي والصحي حدث ولا حرج في هذه المشاكل ببساطه انا احنا كمشروع هيردم ده بس قبل ما يردم هيسقط ماسوره هيفتح المروه ويحط محكومه المروة. الغلق تحت ضغط تضمن وصول المياه بقى دي نقطه ثانيه اجتماعيه لنهايات للنهايات اللي طول عمرها بتشتكي على فكره مزارع النهايات اللي لبنى بتشتكي منها دلوقتي 7 8 ساعات في المتوسط عشان يعرف يروي فدان ده نعم. انت وفرت كميات المياه المناسبه الكلام ده ما بقاش موجود عندك طلمبه اوضه فيها موتور كهرباء طبعا الكهرباء وتوفيرها للطاقه كطاقه وكفلوس وكصحه امر لا نختلف عليه كثيرا شبكه من الكهرباء هذه الموتور هذا الموتور هيطلع شبكه من المواسير الارضيه المدفونه ثم تنتهي بمحبس
ببساطة شديدة. هذا المحبس موجود على أول أرض المزارع، ما على المزارع بتنظيم العمل جدولة. فيما بينهم وجدولة هذا النظام كل اللي عليه. النهاردة تخيل حضرتك من أن أنا أبقى في الترعة ميتي وصل لحد هنا بغرق في المية، أن أنا أشغل ترومبة بتاعة الديزل واشفط كميات كثيرة جدا عشان ممكن أشغلها وزيت وما إلى ذلك. تخيل أنا مش عامل كده، تخيل أن عندي أوضة أروح أفتحها بشكل مهذب جدا فيها لوحة، هدوس الباور هتطلع المية تحت ضغط، أروح أفتح محبس. ما بقطعكش لكن مهم جدا صح. اللوحة دي نشتكي منها الكهرباء قطعت ومفيش جنريتور بديل. إحنا خط لوحدنا، احنا خط الوحد، لكن الاهم الاهم من السؤال ده اللي هجيله لان ما عادش عندي وقت. الفلاح رد على الاول بقى، الفلاح ليه محروم من انه يساهم في تنفيذ المشروع ده؟ لو انا اديت السلفه للفلاح وقلت له شارك بتنفيذ المشروع في كل حوض، والفلاح مشارك، ليه المقاول بالذات؟ ليه الحلقه الوسيطه المقاول اللي باخد حوالي من 30-40% من فلوس المشروع ده بتروح على المقاولين وبتحصل مشاكل مع المقاولين وبتتسحب العمليات من المقاولين والمقاولين يرجعوا بقضايا على المشروع واصرف تعويضات ب 7 مليون وب 10 مليون. على حاجه وحيده بس فضل. واحنا بننفذ عن طريق مقاول، احنا بنواجه كم من التحدي اننا نقنع المزارع، نقنع المزارع بانهم يعملوا سويا بشكل مبالغ فيه. احنا ما بنقدرش نشتغل مع بعض، فما بال بقى ان انا هسيب مروة كاملة. كل واحد ليه فكره وليه طريقته في التفكير وفي التنفيذ، وهيجيب حد ينفذ على قلوبه وطريقته. هل ده وارد؟ لازم يكون تحت السيطرة، لازم يكون نظام. بنظام يعني، نظام يعني تصميم محكم. التصميم ده ما بيظلمش او ما بيبخس الحق مع ومع العلم، حاجة مهمة جدا للناس. التصميم ده موجود على الورق نظري رغم ان هو معمول من الارض وبنغيره علشان نوافق المزارع، ومع ذلك اثناء التنفيذ يتطلب لك اغيره عشان خش يمين خش شمال بيحتاج محبس. طبعا بتقابلك تحديات طبيعيه، تحديات اجتماعيه مش طبيعيه. انا ما قالوش ان مشكله الناس مع واحد الكهرباء اللي احيانا بتقطع وما فيش بديل. الكهرباء احنا عندنا في اماكن كتيره جدا صورناها الديزل مش متوفر الى الان. في حاجات تانية المحبس بتاعنا في حاجه تانية المحبس اللي اتعمل ده الماتيريال بتاعه سيئه ومش مطابق للمواصفات وبالتالي اتكسر وما بيتغيرش. حاجات فعلا غير مطابقه وحاليا جاي الفلاح بيشتكي. معلش انا بقى فلاح وانا نيابه عن الفلاحين، الفلاح بيشتكي من انه الو انا المحبس عندي ما اعرفش ايه جاي لك عربيه تصلحه على حسابك. طب الحساب كام؟ 400 جنيه. ثالث يوم الحساب 400 جنيه. انا كفلاح هجيب ده منين؟ طيب انا هقول لحضرتك، احنا عندنا المفروض في فتره صيانه لمده سنه على المقاول. على المقاول طبعا مسؤول، اللي هي فتره الضمان. فتره ضمان سنه على المقاول، ما بيدفعش خلالها المزارع اي حاجه. مسؤوليته بعد السنه. احنا حاليا تحت جاري تحت الانشاء وحدات صيانه لاستدامة المشروع. انا مش بس بعملها عشان اصين للمزارع، انا بعملها لانه انا لو ما المزارع ما لقاش قطعه الغيار وما لقاش اللي يصلح له الشبكه الصبح هيشيل الماسوره ويرجع لي المساجد. مع وزاره الاوقاف في حاجه اسمها الضمان العشري للمبنى، لازم يمر 10 سنين على المبنى ده المقاول مسؤول عنه في انهيارات او في عيوب او في عيوب فنيه او او لأ. ما تقدروش يعني انا باجي على المقاول هو بقى بغششكم ان احنا نزود الضمان ده من سنه لسنتين مثلا، ما هو عشان المقاول يعني اقطع عليه خط الرجع في في اللعب في الماتيريال بتاع الفلاح. لا اولا لازم برضه نتكلم على نقطه ذات اهميه في القصه دي. النهارده احنا عندنا مكتب استشاري لمراقبه الجوده. ده مهم جدا. ما فيش في الفتره دي على فكره كانت في بعض المحابس، ما هو دي كانت الفترات الاولى من وزاره الزراعه. على فكره الكلام ده ما بقاش موجود حاليا خلاص. الان لدينا مكتب استشاري متخصص قطعة قطعة لمراقبه الجوده. هذا المكتب الاستشاري لقى قبول البنك الدولي والايفاد المؤسسات التمويل في اكثر من بعثات اشرافيه. هو المسؤول المسؤوليه الكامله ان هو بياخد المستخلصات، ان هو يراجع الكميات، ان هو يشوف الكواليتي، وانه يعمل التست الاختبار قبل ما المزارع يستلم كل هذه الامور. ما عندناش شيء بالياسمين في موضوع الاستشاري اللي استلم زي الرص في الطرق والكلام ده مصلحته. طيب انت لانه مش هيشتغل تاني مع البنك الدولي هيبقى في البلاك ليست. انت حضرتك دورك ارشاد وتدريب، بترشدي مين وبتدربي مين في البدايه؟ انا ببدا من قبل التنفيذ
ابدا اعمل عمليه توعيه بالمشروع، توعيه للفلاحين، السوائد بتاعه المشروع، تكوين حاجه اسمها لجنه الفلاح. بنبسط قوي انك بتوفري له مساحات في ارض الفدان. طبعا انا تقريبا نص ايراد الفدان، نص ايراد المروه دي بتوفر له نص ايراد الفدان. فانا بعرفه كل فايده سواء بيئيه، نص ايراد النهارده في عموم مصر كلها بتراوح بين 15 الى 17000 جنيه، مش حاجه قليله. يعني دول دخلوا جيبه يعني بمجرد ما وافق. يعني تكلفه المشروع اللي هيدفعها بالتقسيط على كام سنه؟ على 20 سنة. على 20 سنة. 20 سنة، خمس سنوات سماح. بخمس سنوات سماح. خمس سنوات سماح ثم 20 سنة بعد كده. وهو لما يعرف المزارع ان انا على فكره في مجموعه مزارعين في بعض مناطق الصعيد حولوا المساحات اللي اتردمت دي وتحولت، قال لك مش عايزينها ارض. اللي كان نفسي طريق عشان نحسن التسويق الزراعي. اللي كان نفسي ان الضيفين العزيزين بتوعه يقولوه انا هقوله، لان انا برضو معني بان انا اعرف، والحمد لله انا اعرف، مشروع تطوير الري الحقلي هو أمل مصر إن شاء الله. لتوفير 10 مليار متر مكعب من الري السطحي في الوادي والدلتا اللي بتئن الآن تربتها من تطبيل المية، وزي ما قلت في أول الحلقة اللي بتموت البكتيريا الطبيعية اللي هي أساس الزراعة كلها في الأرض الزراعية. أنا في نهاية حلقتنا النهاردة بشكركم جزيلا على المتابعة، وإن شاء الله حلقتنا دي لها كمالة تاني وتالت ورابع، خاصة في الري أو الصرف، لأن دول هم عماد الزراعة في مصر وعماد التنمية الزراعية والتنمية الاقتصادية والبشرية في مصر. في نهاية فقرتنا هذه لا يسعني إلا أن أشكركم جزيلا، وأشكر ضيفي العزيزين الدكتورة عبير أبو المجد مسؤول التدريب والإرشاد في مشروع الري الحقلي، المهندس المهندس أحمد صلاح مسؤول التقييم والمتابعة في المشروع. بشكركم جزيلا وتصبحون على ألف خير. شكرا. هذا البرنامج برعايه